وللحديث عن الموقف السعودي من استمرار هجمات ميليشيات الحوثي على ناقلات النفط السعودية والمصالح السعودية، ينضم معنا من مكة المكرمة الدكتور عبد الحفيظ الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الحفيظ المحبوب. أهلا وسهلا بكم المشاهدين. حياك الله. التحالف العربي في اليمن أعلن عن تدمير طائرات مسيرة ملغمة هي الثالثة من نوعها خلال ساعات، كيف سينعكس ذلك على المبادرة السعودية للحل في اليمن؟ أنا أعتقد يعني المملكة العربية السعودية يعني اتكشفت يعني بالمبادرة التي تقدمت بها استجابة طبعا للضغط الدولي، كشفت حقيقة طبعا إيران وحقيقة الحوثي، لأن الحقيقة الهجمات التي تدار من اليمن ضد المملكة العربية السعودية هي بقيادة إيرانية. هناك يعني الحقيقة في داخل اليمن إيرانيين يتولون إطلاق هذه الصواريخ والطائرات المسيرة، ولذلك أنا أعتقد يعني المملكة العربية السعودية أصبح موقفها يعني واضح أمام العالم، وأن المسؤولية الآن ملقاة على الجانب الإيراني وعلى الجانب الحوثي، والكرة الآن حقيقة في يعني موجودة الآن في الساحة الدولية، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، الغرب. أو معنى ذلك أن يعني الحقيقة أن إيران هي بتستهدف حقيقة يعني تستهدف يعني النفط الدولي بمثابة شريان الحياة الاقتصادية في العالم. نلاحظ يعني جنوح السفينة في قناة السويس ماذا أحدث، أيضا الحرب، حرب السفن في بحر العرب، جعل الآن العالم الولايات المتحدة تقيم تدريبات في بحر العرب في مضيق هرمز. طيب استمرار الهجمات من قبل الحوثيين دكتور، استمرار الهجمات من قبل الحوثيين ألا يتطلب دعما للرياض في طريقة تعاطيها مع الملف اليمني؟ أنا أعتقد المملكة العربية السعودية يعني هي واضحة جدا، لأن مطالب الرياض وهي مطالب اليمنيين، يعني الحوثيين ليس دولة اليمن، الحوثيين جزء من المكون الشعبي اليمني. هناك مخرجات حوار يمنية، هناك مبادرة خليجية، هناك قرارين صادر من الأمم المتحدة 2/2/16 والقرار الأخير. أنا أعتقد يعني أصبحت الكرة الآن في الملعب الدولي، وهو لا شك يعني إيران مصممة، إيران على أن يكون الملف اليمني جزء من المفاوضات بينها وبين مجموعة 5+. طيب ماذا عن موقف بريطانيا وتأكيد ماذا عن موقف بريطانيا دكتور وتأكيد لندن دعم السعودية في دفاعها عن نفسها ضد هجمات الحوثي؟ هل يمهد هذا لموقف ما يمكن أن يغير طريقة التعاطي الدولية مع الملف اليمني؟ بالضبط، لأن الموقف الدولي كان وقف أمام تحرير المملكة العربية السعودية الجديدة، لأنه هو الجهة الوحيدة التي يتم تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، لأنه يعني المملكة العربية السعودية قضت على أغلب يعني البنية التحتية للقوة الصاروخية في اليمن. فميناء الحديدة حينما منعت الإرادة الدولية تحرير ميناء الحديدة، فأصبحت الأسلحة تدخل مرة أخرى. الآن يعني أنا أعتقد إذا تم تحرير الحديدة، الآن ما دامت المملكة العربية السعودية عليها أن تدافع، يعني الآن المجتمع الدولي اقتنع، يحق للمملكة العربية السعودية أن تدافع عن نفسها. ماذا تدافع عن نفسها؟ يعني من حقها أن تمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن، ما أيضا هذا يتطلب إلى تحرير الحديدة، لأنه يعني كان معرب هدف إيران الوصول عبر شبوة إلى بحر العرب. طبعا الولايات المتحدة ودول عديدة أقامت تدريب في بحر العرب،
لن تصل يعني هناك قرار لن تصل إيران إلى بحر العرب. الآن في البحر الأحمر نعم. أنا أعتقد يعني يبدو أنه لابد يعني بعد هذه المبادرة التي عرضتها المملكة العربية السعودية ورفضتها إيران والحوثيين، ومصممة إيران على أن يكون ملف اليمن جزء من المفاوضات بينه وبين مجموعة 5+1، معنى أن هذا يتطلب من المملكة العربية السعودية أن تحرر الحديدة حتى تمنع دخول الأسلحة، وهنا تبدأ مرحلة الحل السياسي. ولا يمكن أن يكون هناك حل سياسي ومع وصول أو تحرير نعم الأسلحة. دكتور، ماذا عن التحالف العربي؟ إيران لديها قاعدة في أريتريا. نعم، ماذا عن التحالف العربي؟ إلى أي مدى يجب مراجعة أهدافه وخططه لتتماشى مع الواقع الجديد الذي فرضته انتهاكات ميليشيات الحوثي؟ أنا أعتقد التحالف العربي يسير يعني بمسارين متوازيين. نعم. مسار إنساني اللي هو الملك سلمان الإغاثة، وهناك تعاون مع الأمم المتحدة أيضا، ومسار يعني الحقيقة لردع الحوثيين الذين مصممين على أو يرفضون السلام، لأن الحقيقة كان يفترض لأنه المملكة العربية السعودية فتحت المجال الجوي في صنعاء للطائرات المدنية، أيضا فتحت ميناء الحديدة لاستقبال الحقيقة السفن. أنا أعتقد يعني الحوثيين وإيران بشكل خاص يرفضون هذا السلام، وانا يعني المرحله المقبله هي كما ذكرت لك ان المملكه العربيه السعوديه الى جانب الدول البريطانيه او فرنسا والولايات المتحده ان تمنع وصول الاسلحه الى طبعا الى اليمن عبر ميناء الحديده، لان نحن نعرف هناك قاعده في اريتريا لايران، وايضا المملكه العربيه السعوديه الان تواجد الان في جيبوتي ويتم تفتيش الآن كل سفينة تدخل إلى الحديدة. كنت معنا عبر الهاتف الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب من الرياض، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.